مساء الأنوار، أحلى متتبعات ومتتبعي قناة جميلة أونلاين وقناة جميلة أوفيسيال. مرحبا بكم كاملين. اليوم إن شاء الله عندنا إحنا كنتواجدوا أكيد في عرس مغربي، كل شيء كيعرف، ولكن غادي ندخلوا الكوزينة باش نشوفوا إن شاء الله الكواليس، وغادي نشوفوا مجهودات جبارة معنا السي علي تخيطر ديالنا. دونك خليكم معنا وما تمشيو فين بيه. كتعرف واحد التنظيم واحد التقديم واحد جو تبارك الله اللي هو ما شاء الله، يعني تخطى الحدود المغربية، فكنا متميزين به. فبرافو، وغنعاود نأكد برافو لهذا الطاقم الجميل اللي دار اليد في اليد تبارك الله باش كلشي يدوز مزيان. ما تنساوناش دائما بلي لايك والبارطاج قبل ما تشوفوا الفيديو. شكرا. عرسنا المغربية كل واحد واش كيبغي يحط فيها، كل واحد واش كيبغي يقدم فيها، كل واحد كيبغي يزيد عليها واحد اللمسة ديالو. دونك هاد العرس ملي سولت الكادر ديالنا سي علي قال لي بأن هاد الناس هما اللي كومونداو هاد لوسون كافي، بصراحة كيجي الشكل ديالو أنيق جدا، تخي تخي كلاس، وكيما كتشوفو فغيمون شي حاجة على هوتور، وحتى هو كيتزاد يعني في الثمن ديال اللي غادي يخلصو فيه الثمن. تقاليدنا المغربية دائما كنحافظوا عليها، دونك حنا فتنا يعني جينا معطلين، داز الحليب تبارك الله ما شاء الله، وداز التمر معمر، وداز كاطو سواغي، وداز حتى العسل، وغادي ندخلوا ان شاء الله. اول حاجه كتكون شنو هي؟ السلام عليكم. بعدا شنو اول حاجه دابا المرضى اللي في الغداء؟ غداء لا صال، يعني كل واحد يهز في الدراري وكيحطوا اللي طاب. تبارك الله عليك. تيكونوا بدا ثلاثة والما بلا ما يكونوا السميات، ما تيكونوا ثلاثة. ألوغ هو هذا صراحة كتكون واحد الأجواء جميلة ومريحة ديال الدراري. هاد الخبز هذا سبيسيال، دابا انا كل مره تنسول السؤال. مرحبا بلالا. الوغ هذا ديال العروسه، علاش ما درتيش لها في الشبكه؟ حيت كاينه طاب دونور. هي تتكون عمر في الطبيقة حيت العروسة فوالا داكشي اللي قلت لها. دابا انت مكلفة تبارك الله بلا طاب دونور، الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. هادو حتى هما ديال طاب دونور، كتحيدو لهم السلوفان قبل ما يمشيو ضروري. الله يعطيك الصحة، هادشي أكيد كيطلب مجهود كبير. لا حتى حاجه ما سهله عندك باش توقف تبارك الله، عارف ما هذا الشيء اللي كاين. الله يعطيك الصحه. سي فغي، حيت باش لا طال دونور كتكون مفرقه ماشي بحال الناس الاخرين. ماشي بحال الناس يعني ملي كيكون هكا وقت العشاء كيكون فريمون شويه ديال ستريس ياك، كيكون ضغط ماشي كيكون واحد شويه الضغط ديال غير باش كل حاجه تكون الوغ. لا غير على حساب الناس اللي وقت ما غول بعد داك اللي ما كيبغاش ماشي الوغ. هنايا الناس باش كتجي، دونك هنا بعد ما اكيد كلشي
قد. شوفوا كما كنقول دائما واحد الخدمه صعيبه بزاف باش كل حاجه كتحسب وكيتحسبوا حتى لي بلاك شحال. وعاد كيزادوا اكيد لي صوص. الوغ مازال هذه شنو دابا؟ هذا الحبق وزيت العود. اه داكا لا صوص بازيليك تي اجوتيه كتخليها تكون طريه ياك. شنو اللي كتضيف لها هاد شنو كتضيف لها هاد الحبق اللي كتضيف شنو كتضيف لها السلطه لوغو داكا عادي داك حتى كتسال يعني في الدقيقه 90 ابو سميه تمزيد العود كتعطي هاد الخبز اللي شفنا في الاول كان ديال السلطه وهذا الخبز دابا ديال اللحم هذا ديال التيفي ديال اللحم ديال اللحم هذا الدرس يكون ديال العروسة وهذا الدرس يكون ديال الضياف ديال ليزانفيتي فوالا هذا البنات الروسي وهذو الجوج تيكونو هما طلعات الجناب غادي يشوف شنو غادي يحط لينا البنات هادو بصح طلع الجو سخان اي سخان من الفران فوالا لا بريسيبيتاسيون دابا ما نقولكمش
Thank you.
الحلبات. تبارك الله عليك وعلى السيرفيس. كاين شويه ديال ستريس ضروري بزاف وقيلا مسؤولية كبيرة اكيد. تبارك الله عليك والله العظيم وتبارك الله على الطاقم كامل. ودائما تيكون ستريس بحال هكا في العراس ديما يعني دابا انت ما تبرد حتى تيقول الناس وسالي العرس تجمع الماتريال ويتخلصوا والله يقويكم بصراحه كاملين وان شاء الله الاستمراريه دائما وديما الفوق الفوق وتبارك الله عليك داك الشيء كان في المستوى جيد جدا يا اختك انت علي شكرا وانت مالك باي باي. السلام عليكم. وعليكم السلام. من ذاك انت لاباس دارون؟ مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم مرحبا بكم معايا. الله بغيت نعرف الاسم ديال الفرقه ديالكم وتبارك الله عليكم بعدا. بنات بنات امل منطقه تفروت. منطقه تفروت تحيه كبيره الناس ديال تفروت الناس ديال جنوب الناس الامازيغ الغزال ايش الحين الوغ الفرقه ديالكم بنتي انتم صحبات اللي عندكم اغنيه ديال يا سلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عرفتي الايقاع ديالها خطير بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش خصهم يعاودوا يدخلوا باش يشوفوها لان اغنيه دايره طوندونس ولكن هي في الاصل ديالكم. الاصل ديالها ديالها. فتبارك الله عليكم. الشركه ديال طنطا ديال تمزا فيزيون. تبارك الله عليك. واخا الجوق ما غاديش يخلينا نسمعوا ولكن بغيت نعرف بالفرقه كلها دونك لا سمحتي الاسم ديالك. اسمي صفيه. صفيه مرحبا صفيه. بارك الله. شرف كبير هذا انك معايا اليوم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم السلام. كلتم مرحبا بك كلتم. الزين الاسمر. الله يطول عمرك معنا كذلك. فرقه انتم شحال تقريبا في الفرقه؟ ها؟ مشكلة. الفرقه شحال؟ 12 المرأة ما شاء الله. كلكم من البلاصة وحدة كنتم؟ سبت دراري. الاسم ديالك لالا؟ الزهرة. الزهرة مرحبا بك الزهرة. وتبارك الله عليك. الله يطول عمرك. وعليكم السلام. الله يطول عمرك الله يخطيك. الله يبارك فيك. الاسم ديالك؟ نعيمة. نعيمة. كما قلت واش نتوما من نفس المنطقة؟ نتوما من تفروت كاملين. ولكن واش عايشين في كازا ولا في ولا في تفروت؟ في كازا. إذا اللي بغاكم كاين شي رقم التليفون. ولكن ولينا عاوتاني عايشين. أختي خليكم حدانا عافاكم. وحنا أنا باش نقرب عليكم. لا أختي خليكم حدانا أنا مزوقة باش ديما نمشي معاكم وديما نصور وديما. دوك عندكم شي رقم ديال التليفون؟ كاين اللي غادي تعطي لي أكيد. لكن فلاك اختي بنيت غادي نحطو اعلى التعليق الفوق البنات في صندوق الوصف وفي الفيديو ان شاء الله باش اللي بغاكم يعيط عليكم واكيد غادي نشوف واحد المقطع ياك غادي نكملو مع الاسماء. شو سميتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. مدام اسمها زين؟ رقية. رقية رقية النار. بعدا لي داك سوسوار كيحمقو الحمد لله. لاباس غير بخير وربح. شرف ليا لالا يخطيك. اسمي خديجة. أيه خديجة. اللي ما عنده خديجة يكتبها في الحيط. تبارك الله عليك. عليكم السلام. مينا. تحية كبيرة لمينا بنت خالي. تحية مينا. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. طب إن شاء الله غادي نتلاقاو بعد قليل في أن شو تشوفوا يشوفوكم البنات. بغيت نعرف لي زاكسوسوار ديالكم نقرا. نقرا اه نقرا 100% اكيد شفتو كلهم تبارك الله معروفين بالنقره ديالهم. هذيك يطلقوا ديال البنات نقرا بزاي دوكان. اييه هانتوما البنات دوكان هانتوما امن حاف القضيب امن حاف في منطقه رودان تيسب واد بنت رودان اييه وانا امن حاف وغير اللي وين 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 كي قالت كي قالت المرار قالت لسه منطقه هذاك منطقة واش كتمشيو على قبل على مثلا هاد اللبسة اللي بغا ديال تفرد كتجيبوها لي ولا نتوما نتوما كتبغي اللبسة اللي بغا ديال تفرد تجيبوها بغا ديال النواحية ديال طنطا تجيبوها النواحية ديال يسوق تجيبوها. الله يعطيك الصحة. الناس في المنطقة ديالها. تبارك الله عليكم. تحية وتحية للمرأة المغربية الأمازيغية. عندي واحد البروفيرب دائما تنقولوا أمازيغية وأفتخر بأمازيغية. بارك الله تبارك الله عليكم. شكرا لله يخطيكم. باي باي. تاني مزيان تاني.